ما هي قصة كتيبة الصومال في أوكرانيا وروسيا؟ وهل ستشارك كتيبة الصومال في الحرب الروسية الأوكرانية؟ في عام 2014 شهدت أوكرانيا مظاهرات احتجاجات عارمة سميت باحتجاجات الميدان الأوروبي أو مظاهرات الأوكرانية أو مظاهرة الكرامة الأوكرانية، كأن كان لها كذا اسم. نتج عن هذه الاحتجاجات أن الرئيس الأوكراني هرب لاجئا إلى روسيا. هذا الرئيس كان اسمه يانوكوفيتش. أوكرانيا وقتها انقسمت إلى قسمين، قسم يؤيد أن يكون داخل الاتحاد الأوروبي، وقسم يؤيد أن يكون جزء من روسيا. بعد إجراء الاستفتاء، إقليم القرم طبعا بالاستفتاء أعلن أنه هو جزء من الاتحاد الروسي أو جزء من روسيا. أما إقليم دونيتسك فأعلن نفسه أنها دولة مستقلة، يعني سمى نفسها دولة دونيتسك الشعبية، طبعا هي غير معترفة فيها عالميا. هذه الجمهورية الجديدة دونيتسك تمام، قائدها كان اسمه ميخائيل تولستيخ، كان يلقب بجيفي أو جيفي. جيفي هذا القائد هو اللي أسس كتيبة الصومال. طبعا هي كتيبة عسكرية وتضم مدرعات، دبابات، قذائف هاون، كل شيء حربي عسكري. أهم المعارك التي خاضتها هذه الكتيبة كتيبة الصومال هي معركة دونباس الشهيرة، وكانت ب 2014، يعني نفس سنة تأسيس الكتيبة. طبعا الإعلام العالمي والصحف العالمية وقتها ب 2014 سألوه ليش سميت كتيبتك الروسية أو الأوكرانية بكتيبة الصومال، لماذا يا جيفي؟ كان جوابه The members are as fearless as Somalis، والتي تعني أن أعضاء كتيبة الصومال هم شجعان ولا يخافون كم الصوماليون. فهل ستشارك هذه الكتيبة هذه الحرب القادمة؟ Саня, отправляем два повтора туда. Да, две штуки. Принял, наблюдаю. Ну, в Лондоне, Грэм, спасибо, очень сильно ты нас удивил. На улице, честно, я не знаю, к Мотороллу, но меня действительно удивил, что наши картины оказываются тоже популярными. Пара. Я принял. Наблюдайте. И то, что... Да что ты... Что от него можно хорошего ожидать? Он же немножко тронутый уже с этой войной. Террорист. Да, мы же террористы. Что от нас хорошего ожидать? Да нормально все. Спасибо, Грэм. В принципе, все замечательно. Мы готовы ко всему на свете, что произойдет. Даже к укопытянам этим, как называют мой друг Моторола их. И киборгам, гробикам, или как там они.